خبز هش بالزعتر والبقدونس. نحتاج لهالخبز 4 أكواب من الطحين، نص كوب لبن رايب، نص كوب زيت نباتي، زيت زيتون، ربع معلقة صغيرة كركم، وربع معلقة صغيرة ملح. كمان بدنا معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة، وربع كوب بقدونس مفروم، ربع كوب زعتر أخضر مفروم. صح، هاي هي مقادير الخبز. بس علا، أنا وعم باكل ما حسيت بطعمة البقدونس كتير، ولا حتى شعوري أبدا، يعني استغربت إنه في بقدونس. طبعا ولا حتى نكهة الزعتر كتير بتكون مبينة، بس بتحسي في إشي غريب طعم بالهاي. هلا إحنا بدي إياهم يعرفوا إنه العجينة الست اللي هي مرتاحة فيها في بيتها، خليكي عليها، بس لزيادة رح تكون معك. بدك تحطي رشة الكركم، أولا لون الخبزة وكمان كفائدة غذائية، وثانيا الإشي كمان اللي بده يختلف اللي هي بدنا نحط مع العجينة الزعتر والبقدونس. كليل الجبل زاكي بس رح يبقى كتير قوي، فحطي لك هيك عرقين خفاف فقط. ممكن أنا جربت كمان معها بذور أو ورق شومر زاكي، شبت كمان زاكي بصير، بس بميل مع الأكلات الهندية مثلا. فأنا حسيت إنه الميكس الرهيب رح يصير مع البقدونس والزعتر بصراحة غير. صراحة أورجيكم العجينة. طيب في عندنا سؤال بالجاليري إنه إحنا حاطين خميرة ما في داعي، ليش البيكنج باودر؟ ما هذا خبز. البيكنج باودر هو عبارة عن نوع من أنواع الخمائر الكيميائية، بتساعد بجوز تستغربي إنه تخلي العجينة هشة. يعني إذا ما عندك حليب وما عندك لبن، ادعمي الخميرة ببيكنج باودر. شوفي طلعي ما شاء الله ما شاء الله. أمينة حناحنة صباح الخير، حسين رجب صباح الخير، أوس الملا صباح الخير، رائد جواد صباح الخير، وجدان العظمات، نادرة أبو رميلة، نهاية الشواهين، هديل صباح الخير، بلال مفرج صباح الخير من وادي الريان، سعد صباحكم. عم بحكي لنا أوسكار عن معلومة المسقعة، بتعود لليونان وتركيا، وسميت هيك لأنها تقدم باردة، وكان يطلق عليها في تركيا لحم الفقراء. شكرا للمعلومة يا أوسكار. أنا بعرف إنه هي يعني عندهم مسقعة، حتى بيقولوا لها مسقعة. الله يسعدها المسقعة. فاصل ورجعين. يلا. زي ما شايفين طحين وملح وسكر، بيكنج باودر، خميرة كركم ولبن وكركم وزيت زيتون. زيت زيتون وزيت قلي صراحة خلطت. خلطت زيت زيتون مع زيت نباتي. أوكي، وإن شاء الله بتصير العجينة زي هاي العجينة الحلوة اللي فرجتكم إياها أشيف علا قبل الفاصل. واللي ما شافني وأنا عم باكل الخبزة، بدي أقول لكم الخبزة هشة طيبة كتير، والغريب إنه فيها ميكس ما بين البقدونس وما بين الزعتر الأخضر البلدي، بس ما بتحسوا بهاي النكهات بقوة، يعني كتير كتير طيب. بدي أصبع على سلمى جرالة من الكرك صباح الخير، إم حازم عمرو، براء بطوش صباح الفل، منال محمود، منيرة العشوش صباح الخير، إم حسين، إم هبة هندومة، ابتسام النابلسي شكرا لإلك، ريما سعيد، فداء شاهين كمان معانا، نجاح، في حدا عم بيصبح كان علينا، شريف فقوسة من فلسطين صباح الفل يا شريف، تغريد أبو شقرة صباح الخير. وخلينا ناخد اتصال. ألو هيثم. أيوة أم هيثم صباح الخير يا أم هيثم. الله يسعدك. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا ميت، أهلا وسهلا. تعليلنا صوتك يا أم هيثم شوي. الله يسعدك. الله يسعدك.
يسعدك يا رب، يعطيك الصحة وطولة العمر. الله يسعدك حبيبتي. تسلمي يا رب. الله يسعدكم وخلي لي إياك. كيف هالعجينات شفتيهم؟ الله يسعدها. الله يسعدها. وما هي ثمن، وين عم تحكينا؟ عمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ميت مرحبا. عمان. الله يعطيك الصحة يا ستي. أهلا وسهلا حبيبتي. بتحبي يا أم هيثم العجين؟ الله يسلم إيديك. الله يسعدك يا رب. بدي أقول الله يسلم إيديه اللي ضرب لك على رقمنا وخلينا نحكي معك. الله يعطي الصحة. أنا التلفون صم عندي على طول. حبيبتي الله يسعدك يا رب، يخلي لنا إياكم. الله يسعدك. تسلمي يا أم هيثم. الله يسلمك. يسعدك يا رب. هلأ العجين مبدئياً الطبخة جاهزة. هلأ هاي العجينة بتقوم الست بتشوفها هيك فارطة بتقول ياه قديش احنا حاطين زيت وقديش مي. عجين الخبز هذا قانون في البيت دايماً هيك. كيف بلمه؟ بلمه بنقطة زيت، ما بلمه بطحين. لازم تكون سايبة وتلزق في إيدك عشان تطلع هشة. ضروري ما تحط طحين، لميها بالزيت لما بترتاح بتصير ملسة بهالشكل. رح أطلع طبقنا قبل ما ينحرق وبعدين نكمل الخبزة. يلا نقدر نرش على العجينة لنلمها من زيت الكسيح. ضروري. ما شاء الله شايفين. ما شاء الله شفتوا من الغلوة للكلوة. ها تعجبني مصطلحاتك. أنا أي إشي سخن بحبه لأني بحب الأكل سخن. هلأ صراحة معاها من جوا زاكي، نطبخ معها كمشة بقدونس زاكي. بس أنا بحب هيك الإشي على الشكل يعني صراحة. بس إذا حطوها من جوا كتير كتير طيب، بلبق مع البتنجان كتير البقدونس. ها شفتوها. طب إذا بدنا نلم العجين نقدر نبخه بزيت الكسيح صح؟ طبعا بخاخ ونلمه. هلأ رح نبخ ونحط زيت زيتون وألم العجينة وأخليها ترتاح براحتها. قديش بدها تاخد وقت؟ يعني حسب حرارة الغرفة، حسب جو بيتك. بدك إياها مستعجلة بسرعة حطي تحتيها بولة فيها مي سخنة، أو كمان أليكس فيها الست إيش تسوي؟ غطوها بحرام. بعرف أنا بحرام تغطيها. شوفي ها رح نجيب الزيت رح أبخ عليها من برا، بس ألمها بهالشكل. بادي العزيزات صباح الخير، أو بادي العزرات عفواً. أم خالد قطوف، بثينة المومني صباح الخير، كمان سعاد المصري، أنت العسل يا سعاد، علا ربيحات صباح الخير، أم رامي السرحين صباح الفلل. شكراً لك يا أم رامي. بتقول هدى كريشان لو استعملنا طحين أسمر بزبط؟ طبعا، بس بدها تزيد شوي المي لانه الطحين الاسمر بسحب السائل كثير وبطلع يابس معها. وتزيد عليه معلقتين على هذا العيار اللي اعطيتها اياه، معلقتين حليب ناشف او حليب باودر عشان يعطي رطوبه للعجين. تمام. اذا خلينا ناخذ اتصال. زين يا زين. الو. اهلا يا زين، يسعد صباحكم. صباح الفل، كيفك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. زين فيك. بدك تحكي مع الشيف علا؟ هاي عم تسمعي. اهلا وسهلا يا زين، صباح الورد. صباح النور. صباح العسل. يسلم ايديك على الاكلات الزاكية حبيبتي القلب. اهلا وسهلا وميت مرحبا. اهلا فيكي. سلمينا على الماما يا قمر. اهلا وسهلا. سلمي على الكل يا زين. شكرا حبيبتي. شايفين العجينات كيف بتمشي بايدي؟ انا مو حاطه زبده نهائيا في العجين، بس بحط لبن قديم عشان يبقى تخمر وعطاني خمائر صح ويرفع العجينة. ما عندي لبن، منحط معلقة كبيرة نشا أو معلقتين كبار خل أبيض. شوفي العجين كيف بيمشي بإيدي، طلعي ولا شوبك عجين ولا إشي، وهذا الصح. وبعدين بدك خبزة خميلة، بدك خبزة رفيعة رفيعة رفيعة، يعني حسب ذوق أهل البيت. الخبز لازم يرتاح زيه زي قالب الكيك، زي التارت، لازم يرتاح لحتى يطلع الهواء اللي فيه. برجع لما بنقله على الصينية برجع هيك تحنحني على الخبزة بروس أصابعك وبتخبزيها وأمورك تمام. تائرة العزة صباح الخير، شكرا لك على الملاحظة. احتمال. محمد رشيدات بقول أكلة الجز مز بصل وبندورة وبيض. بصل وبندورة وبيض أنا بعرف هاي مش زي الشكشوكة. أوكي تمام. إذن كمان مين معانا؟ أوكي هاي هدى، جاوبنا على سؤالك إذا بتقدري تستعملي طحين أسمر. كمان نأخذ اتصال. غالية صباح الخير. يا غالية.
صباحك. اهلا وسهلا، منور الشاشه كلها انت وشك. تسلمي يا حبيبتي، من وين عم تحكينا؟ من اربد. معقول مش متذكره؟ اهلا وسهلا، هينا عم نحاول نتذكر هلا شوي شوي ما شاء الله، من كثر الاتصالات ومن كثر الناس بتواصلوا معنا، من كثر المحبين للشيف علاء. حبيبتي تسلمي يا رب. الله يسعدك الشيف علاء، يسعد صباحك. الله يسعدك ويسعد هالصباح الحلو. اهلا وسهلا يا امل. الله يسعدك. ممكن اسالك اول شيء؟ بدي منك سؤال. قول يلا. هلا ما بتسالك، اذا طلعت الدجاج من الثلاجه وحطته بالمي لحتى يذوب، هذا الاشي صحي او مثلا سام بياثر؟ صراحه الافضل لا، ما بصير نصدم المادة الغذائية بدرجات حرارة مختلفة أو حتى سوائل تفوت عليها، وخصوصا صدر الدجاج أصلا فيه سوائل وبسحب السوائل. يفضل أطوله من الفريزر أحطه بالتلاجة وأخليه، حتى أخليه على رخامة المطبخ. غلط غلط تماما، يعني خليه يدوب براحته بالتلاجة. أيوة. يعني لو طلعته قبل بيوم بالليل من الفريزر وحطته بالتلاجة، تاني لتاني يوم بكون داب، وساعتها بتقدر انها تستخدمه وتعمل فيه اللي بدها اياه. هاي خبزتي. ايه بنت عمي المقروم منها. مقروم منها كمان. مين بدنا ايضا نصبح؟ وائل الاعرج، ام ثائر ابو العنين، ام خالد الجبور. شفتكم احلى من هالاجواء، يعني اجواء الاكل البركه، الاكل الطيب اللي ما في بعده صراحه. طول ما كنا ناكل هيك اهالينا وجودنا ما شافوا ولا مرض ولا شيء، الله يحمي الجميع. يعني مع هالاغنيه كمان الرائعه، يعني اجواء غير شكل. شكرا. العرس وين اليوم؟ العرس عند ابو عماد. يعني عن جد هي مصطلحات حسين. اجواء عم بيعمل لنا المخرج، تحياتنا اكيد لهم. شريفه طباخي صباح الخير، ام حازم عمرو صباح الفل، ام محمد الرجوب كمان. مين معنا؟ ماري توصات او توصات صباح الخير. كمان مين معنا؟ اسئله مالك العلاونه، شكرا. ام فراس ياسين، يعني كل الأشخاص عم بحاول أصبح على الكل. أم محمد الحيح من فلسطين الحبيبة صباح الخير. كمان ختام جودة صباح الخير. كيف ممكن بختام تسأل؟ أرجع للحلقة لأنه ما حضرتني الأول على اللايف، بس ينزل لللايف بتقدري يعني تقدمي لقدام وتشوفي هالحلقة من بدايتها، وبتقدري كمان تحضرينا على اليوتيوب إذا حابة فعليا يعني وصفة معينة. وصال أبو الرب كم يوم لازم يمر على اللبن حتى يصير شوي قديم؟ يوم يومين بالكثير، اليوم الثالث يصير فيه نسبة حموضة بتغير طعم طبختك وبتغير عجينك، ولكن يومين اليوم الثاني. يعني أنا في المطبخ هون بالتلفزيون زي بيتي، بجيب الكبير العلبة الكبيرة، عارف أنه عندي عجين بهذا الأسبوع، عارف شو أنا ناوية، فبخليه يبات بالثلاجة مشان هيك بيعطيني فوم هيك بتنط العجينة. وحكينا أنه يستبدل بحليب ناشف، خل أبيض نشف. تمام. ماجد مصلح صباح الخير، سؤال أخير مني علا، قد ايه نخلي الخبزات بالفرن؟ الفرن بس من تحت بدنا نعطيهم لون، وبعدين من فوق. يعني سؤال سليم، أنا نسيت هاي الخطوة، وبس يأخذ لون أول ما يطلع هو سخن كتير ببخه بزيت زيتون أو زبدة تحديدا هذا الخبز لحتى يمتص ويضل رطب، بضل عندي 3-4 أيام، ودائما لفيه بشاش، ما تحطيه بكياس بعجن.
فدائما لفيه هيك بإشي بفوطة مطبخ بمنشفة هيك إشي أخذتيها من أمك من حماتك، يعني لفي فيها الخبزات وبتضل رطبة وأمورها تمام. يعطيك العافية علا، وأنا بدي أودعكم بدوري كمان، بدي أتمنى لكم بقية أسبوع كتير حلوة وبقية يوم كمان أحلى وأحلى، وبلتقيكم بإذن الله أنا يوم الاثنين، وأعملوا هالخبزات وادعوا للشيف علا وكلوهم مع كل الناس اللي بتحبوهم، بالإضافة أكيد للمسقعة الكتير طيبة أنا لسه ما دقتها، بس الخبزات كمان إشي بشهي. وبلتقيكم، باي باي. الله يعطيك ألف عافية. العافية كالعادة مبدعة وجميلة وخفيفة الضيق. حبيبة قلبي. إحنا نقول الخبزات ونذكركم بشكل سريع بالوصفات اللي عملناها اليوم. سوينا شوية خبزات بنكهة الزعتر الأخضر والبقدونس، واللي بيحضرونا من خارج المملكة وما عندكم زعتر في بلادكم، خصوصا اللي من أوروبا، وهذا السؤال دائما بوصلنا إنه عندنا زعتر مجمد أو زعتر ناشف، انقعي بمي فاترة وبعدين بتصفيه، وبعد ما تصفيه بتصير أمورك تمام، تقدري إنك تصفيه من المي وتحطيه على العجينات بعد ما تفرمي. كتير الأمور بسيطة وسهلة، ولكن دائما اللقمة الطيبة اللي بتذكرنا بأهالينا دائما قيمتها بتساوي كتير، حتى لو بفلوس ما بنقدر نشتريها، فدائما اسمعي السعادة في بيتك لأولادك وعلميهم على البساطة لحتى ما يصير في عندهم اصطدام بمطبات الحياة. كونوا بأمان الله دائما. رح أشوفكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، وقربت حلقة الزيتون بس في موال براسي لازم أغني قريبا إن شاء الله، رح نترجم كل ما يجول بخاطري أنا والزملاء على الهواء مباشرة. نشوفكم بكرة إن شاء الله، باي باي. حطي على النار يا جدة، حطي على النار عيداني، حطي على النار عيداني، هات المهابيش والعدة، هات المهابيش والعدة، تنزقي يا الضيف فنجاني، تنزقي يا الضيف فنجاني. يا قمر يا اللي